بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فترة الدروس التعليمية من دروس القرآن الكريم من سورة الكهف. فتابعوني في قراءتي بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه
زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. أعزائي الطلبة أرجو أن تتابعوني في شرح هذه الآيات المباركات وحتى نتواصل معكم في سرد هذه القصة أحب أن أذكركم بما سبق بأن طلب نبي الله موسى عليه السلام من العبد الصالح الخضر عليه السلام أن يصطحبه ويعلمه بعضا من الأمور حتى يستفيد منها في حياته، فاشترط العبد الصالح على النبي موسى عليه السلام أن لا يعترض على أي شيء يفعله، فاتفق على ذلك فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. طيب، السفينة طبعا فيها ركاب، فعندما خرق العبد الصالح السفينة وثقبها تعجب نبي الله موسى من هذا العمل، لأن هذا سيودي بحياة الكثيرين من الناس. ما تبرير هذا العمل؟ ما تفسيره؟ لم يقتنع به، فلم يكن منه إلا أن اعترض وتساءل لماذا؟ ونسي النبي موسى عليه السلام ما اتفق عليه مع العبد الصالح عندما قال له إني أعطيك عهدا وكلام بأن لا أعترض ولا أسأل. نعم، فقال عبد الصالح إنني قلت لك أنك لن تستطيع صبرا معي أو على مصاحبتي. ماذا قال النبي موسى عليه السلام؟ أخذ يعتذر، قال لا تؤاخذني، واعتذر لنسيانه وطلب الصفح وطلب قبول العذر. طيب، قال لا تؤاخذني، لاحظنا لا ابني، لا تؤاخذني، لا هنا لا ناهية، لاحظ حرف الذال ساكن، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، أيضا هنا لا ناهية، ترهق نا سكون مزومة، ترهقني من أمري عسرا، من أمري عسرا. طيب، لقد يقول موسى عليه السلام لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني عظيما منكرا، إمرا يعني عظيما منكرا، نعم عظيما منكرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، عسرا صعوبة ومشقة، عسرا صعوبة ومشقة، نعم يعني لا تبالغ في سؤال أو في الاعتراض عني أو على كلامي أو يعني دعني، فهذا الأمر يعني يحدث لي لأول مرة. والإرهاق هنا طبعا الإرهاق أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه. طيب، فانطلق يعني معنى ذلك هنا العبد الصالح قبل
اعتذار نبي الله موسى، فانطلقا مرة أخرى حتى إذا لقيا غلاما فقتله. من الذي قتل؟ العبد الصالح قتل هذا الغلام. طيب، قال من الذي قال هنا؟ نبي موسى عليه السلام. قال أقتلت نفسا زكية بغير النفس؟ ما هذا العمل؟ لقد جئت شيئا نكرا. نكرا قلنا منكرا وفظيعا. عندما قتل العبد الصالح هذا الولد أو هذا الغلام، اعترض مرة أخرى نبي موسى عليه السلام ونسي ما وعد به العبد الصالح. كيف تقتل غلاما بدون ذنب؟ نفسا زكية طاهرة لم تؤتي ذنبا. فلم يوفق النبي موسى في تفسير وفي اقتناع أو في قناعة نفسه. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقول لك هذا؟ نعم. فماذا أجاب النبي الله موسى عليه السلام؟ قال أرجوك إن سألتك مرة أخرى عن شيء فلا تصاحبني، لأنك قد بلغت الغاية التي تعذر بها في فراقي. يعني إن فارقتني مرة إن فارقتني فالعذر لك لأنني قد لم ألتزم بعهدي لك. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذا كلام نبي الله موسى، هو يتضمن في داخله اعتذار ووعد جديد. فلا تصاحبني، هذا الباء لا تنسى ابني حروف القلقلة لأن ساكن قطب جد. فلا تصاحبني، وهي أيضا هو لا ناهية، تصاحبني مجزومة. طيب، قد بلغت من لدني عذرا، أنت معذور إن فارقتني، لكن أرجوك أن تعطيني الفرصة، أن تعطيني الفرصة الأخيرة. فانطلقا مرة أخرى. طيب، ماذا حدث؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. في أثناء المشي دخل قرية. طيب، ولما أحس بجوع طلب من أهلها بعض الطعام، ولكن هؤلاء كانوا أهل القرية كانوا بخلاء فلم يستجيبوا له. طيب، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. في هذه القرية هناك جدار أراد أن ينقض أن ينهدم، ينقض ينهدم يعني. ماذا فعل العبد الصالح؟ فأقامه في استقامة. طيب، ماذا قال النبي الله موسى؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هؤلاء الناس بخلاء لم يعطونا طعاما ولم يضيفونا. طيب، لماذا أنت أقمت هذا الجدار بدون ثمن؟ لو اتفقت معهم على ثمن معين على الأقل نأكل فيه في هذا الثمن. ماذا أجاب العبد الصالح؟ قال هذا فراق بيني وبينك. انتهت المسألة هنا، ثلاث مرات واعترضت فيها. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هي الأصل في الفعل المضارع بني تستطيع، تستطيع هنا لم جازمة دخلت عليه فحذفت الياء والعين ساكنة. ما لم تستطع عليه صبرا إلا أن تسألني. طيب، أما السفينة، هذه النقطة الأولى، إيش بيها السفينة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذه السفينة التي خرقتها أنا فهي تعود لمن؟ لضعفاء محتاجين يعملون بها في البحر، طبعا للرزق، لتحصيل رزقهم. فأردت أن أحدث بها عيبا يزهد فيها من يريد أن يأخذها غصبا عنهم، وهو ملك ظالم في ذلك الزمان، كي لا يأخذها هذا الملك الظالم ويستعملها ويستفيد منها في ظلمه للناس. أفهمت يا موسى لماذا خرقت السفينة؟ وهل كان هذا الأمر بيدي أنا؟ لا. طيب، واستمع يا موسى إلى النقطة الثانية، وهي
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. النقطة الثانية الغلام، هذا الغلام الذي قتلته أنا، الذي قتلته أنا واعترفت أنت على قتلته، فقد كان أبواه مؤمنين صالحين. طيب، وهذا الغلام قد طبع على الكفر وعلى الطغيان وعلى مجاوزة الحق في ارتكاب المعاصي، وهذا الغلام بأمر الله تعالى إن عاش، إن بقي على قيد الحياة، فسيزداد طغيانا وسيتسبب في ماذا؟ في كفر الوالدين. لذلك أردت بقتله أن يعوضهما الله تعالى بولد غير أحسن. طبعا هنا كلمة زكاة وأقرب رحمة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، من هذا الولد خيرا منه، زكاة وأقرب رحمة. هنا يعني طبعا هذا الولد الجديد إذا إن بارك الله لهما في الوالدين، هذا الطفل أو هذا الولد يكون أطهر من الذنوب والأخلاق، وعند رحمة عليهما وبرا بالوالدين. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، من ماذا؟ من هذا الولد، زكاة وأقرب رحمة، أي رحمة وبرا بهما. النقطة الثالثة، وأما الجدار يا موسى، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. النقطة الثالثة عن الجدار، هذا الجدار الذي أقمته أنا بلا أجر، فهذا يعود لغلامين يتيمين في المدينة. طيب، وكان أبوهما رجلا صالحا، وقد ترك لهما تحت هذا الجدار كنزا، فأراد الله تعالى أن يحفظ لهما هذا الكنز حتى يكبر ويستخرجاه رحمة بهما وتكريما لمن؟ لأبيهما، وتكريما لأبيهما. وهناك مسألة مهمة جدا، انتبه يا نبي الله موسى، وما فعلته عن أمري. هنا بيت القصيد، وما فعل ذلك، هذه الأمور الثلاثة باختياري أنا أو باجتهادي أنا أو بفكري أنا، قناعتي أنا، لا، وإنما وما فعلته عن أمري. انتبه إلى هذه المسألة يا نبي الله موسى، هذه الأمور الثلاثة التي خفيت عليك ولم تستطع صبرا إلا أن تعترض، فإن هذه الثلاث أشياء وما فعلته عن أمري، بل أن الله تعالى قد أمرني، قد ألهمني. ذلك تأويل تفسير وتوضيح يا موسى عليه السلام، ما لم تستطع عليه صبرا إلا أن تسألني. فلاحظ ابني، هنا جاءتنا بعض الكلمات، مثلا مساكين، كلمة مساكين قد يعتقد البعض أنها جمع مذكر سالم، وهذه طبعا ليست جمع مذكر سالم، يعني لا يمكن أن نقول في حالة رفع أقول مساكون، لا، فهي جمع تكسير. فكان أبواه في هذه الآية المباركة، فكان أبواه ماذا نعرف أبواه؟ اسم كان، لأن لو كانت قبلها إن كان صارت أبويه، هذا نعرف هذه الأمور، أجو أن تذكرون جيدا كان وأخواتها وإن وأخواتها في درسكم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، صدق الله العظيم. إلى هنا أحبائي انتهى درسنا، وأرجو أن ألتقيكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.